السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. من بعد هذه الغيبه الطويله جبتكم اليوم واحده اللعبه صراحه منظمه بالماغيوس، غزالين وعمليين بزاف. كرتونه واحده كتخرج منها ثلاثه تصنيقات من الحوايج، كيبقى داكشي بقعدد حتى الحوايج، يعني تيشيرت كاكط او سراول او كساوي او اي حاجه قدامت عليكم ما بقيتوش كتلبسوها، حتى هي غادي نخدموها مع هذه المنظمه د الماغيو. انتما كتشوفوا كتهزوا العباقه انتما على حساب الماكي ديالكم، بغيتوا يعني الطبقه اللي غتنزلوا اللي عندكم فيها الحوايج مثلا غتقسموها على جوج ولا على ثلاثه على حسب، غتقسموها على داك القياس هذاك وغادي تقطعوا الكرتونه ديالكم. انا هاد الكرتونه هذه كرتونه كبيره شويه، غادي نخرج منها ثلاثه صنيقات او ثلاثه المنظمات اللي غادي نعدلهم. انتما كتشوفوا كنزول هادو اللي زايدين، هادو بدهم غادي نخدمهم باش غادي نكمل بهم هذاك الثلاثه اللي خصني، حيت القاعده ديال الكرتون ما تخرج ليش بزاف. نزولوا الملصقات اللي فيها كاملين، نفتحوها يعني كامله مره واحده، ما يمكنش نخليها مشدوده بهذا الشكل. هذا غادي نرشم القياس اللي خصني وغادي نزول، غنكمل بعد هذا التقطيع هادو بحال هذا الشكل. هذا غادي نكملوا كلشي، نزولوا هذاك الجناب جهات الكبارين وغادي نشوفوا شنو هاد الجناب هادو شنو من اللي غادي نخليو باللي غادي يصلحوا لنا باش ما حتىش نقطعهم وعاود نعاودوا نلصقوهم. مثلا بحال دابا هادي غادي نخليوها، انتما كتشوفوا هذا ورق بعد الكرتون. هذا دابا الكرتون قسمنا على ثلاثه، هذا هو الجزء الاولي ديالو. خلينا هاد الحاشيه هادي اللي كتشوفوا من الجهه اللي زايده وغنمشيو لجنب اخر، عاود نفس القياس بالعبر، يعني كنعبروا المقطع اللي خصنا كنقطعوه بهذه الطريقه. هادو غادي يلصقوا بعضهم وغادي نزيدوها واحد جنب هذيك الجهه اللي بقات مفتوحه، غادي نلصقوا هادو، غادي نعملوا اللصق سكوتش، نلصقوا غير شويه بشويه، من بعد غادي ندوبلو اللصق فيها مزيان باش يبقى شابر. صراحه ما غيحتاجش بزاف اللصق، حيت ملي كنشدو ملي غادي نغلفوها بالثوب، الثوب غادي يشد عليها وغادي يقويها، يعني غير صحها ما غتبقاش خفيفه تتقطع اولا تنفسخ من بعضيتها. كما كتشوفوا دابا كنعملوا غير هيدا جوج طريفات اللصق غير باش نشبروها في الاول، من بعد كنزيدوا اللصق اخر بحال هذا الشكل. هذا كنعملوا من برا ومن الداخل باش كنصحوها مزيان باش كتجي شبرا وكتجي صحيحه ما تنحلش، حيت اكيد غتبقى غادي نجبد في كويفويغ، ما بغيتي تجبد الباس ديالك حوايجك وشي حاجه من الماء، يعني غتخدم هاد المنظمات هادو غتضطر تجبد، خاصها تكون شويه صحيحه. كما كتشوفوا الطريقه كنبقى نلصق، واللي عجبته الفكره هاي ابوني وبارطاجي مع صحابو مع صحاباتو مع الناس ديالو حبابو داكشي. صراحه منظمات كيجيو والله العظيم كيجيو غزالين في الماريو، كيبقى الماريو مطوي ومقعدد، وخصوصا السراول الطرابزوز، يعني هادوك السراول الطرابزوز راه كارثه كبارين وغلاطين، وخصوصا حوايج الشتوى كيبقى فوق بعضهم، خصك تجبد السروال اذا كان يعني في الطبق في الصف الرابع ولا الخامس، غضطر تجبد هذاك الفوقيين كاملين، وكيكون بعد ساعات بنادم مزروب كيجبد وينزل ويخلي داك الشيء هذاك مرون. هيدا لا كتجبد غير كريتنا وتجبد السريول اللي خصك، كاين مطوي باين ومعوض في مطاطو، ما كتحتاجش شي تزول شي حاجه باش تزبدو تجبدو. نكملو اللصاق، كملوا التلصيق كامل، ومن بعد غادي تشوفوا كيفاش غلفتو. جويه بربعة كنصحهم باللصق من داخل ومن برا، يعني سكوتش كنقوزو عليهم شويه اللي عندي مفتوحين كاملين، كنعمل فيهم سكوتش. وهادي ديك الجهه اللي مفتوحه اللي زدنا على داك الطرف، وهذا حتى هو كنلصقو. المهم ما تشطروش باللصق، عدلوا داكشي باش يجيكم تجيكم الحاجه متقونه. هذا السروال، سروال البيجاما مبقاش كيتلبس، زودت له لاستيك من النص ديالو، وغادي نقطع على قد العقد القاده، على انتما كتشوفوا على قد الشرك ديال الرجلين، من تما غادي نقطع
وغادي نخليه محلول بحال الطريقه هذه. غادي نحشيه في وسط الكرتون. صراحه صراحه ديك الساعه ما كانش عندي لصق بيستولا، خدمت غير بالكرابه، وهاد الكرابه داك النوع اللي ما كتحلش ومغنه، عرفتي وهي مغنه وانا مغنه، المهم دابسنا مع بعضنا وخرجنا وصافي. بقيت كنحشيها وكنضرب بها. اذا كانت عندكم ديك الكرابه الصغيره ديال المدرسه، هذيك كتحل مزيونه، هذيك كتحل وكتساعد. صافي الطهر ديالو كنقلب الطهر وكنجمعو بالخيط اللي برا. هاد السروال هذا نتيان ديالو حتى هما خليتهم، كنجمع الجناب مع بعضيتهم مزيان بالخيط، كنكرش وكنشد يعني كنعقد كما قلت لكم، حيت انا ما عنديش اللصق، ما كانش معايا اللصق ديك الساعه. بقيت نخيط ونعمل الكرابه يعني كرافس. صافي كتعقد مزيان هذيك الجهه، هو مغلف غزال الجويمات. ها هذيك الجهه حتى هما غادي نخدموهم، غادي نزولهم حتى هما غادي يتخدموا. هما السراو الطرفزوز هانتوما كاينو تقريبا 9 ولا 10 السراول، ودا كانو السراول دو تابخ اللي يهز كتر، حيت السراول دو الطرفزوز كيكونو غلاطين. صراحة الله العظيم الا منظم كيجي رائع رائع بزاف. يمكن لكم تعملوها في الفويطات في الدوتشا، يمكن لكم يعني كلشي كلشي الحوايج الداخليه تقاشر كيجي، وكتبقى تقطع انت الكرتون حيت تبغي تعمل منظم بحال هذا، كتقطع القياس ديالك انت على حسب المساحه اللي غتحتاج والمساحه اللي عندك. تقدر تعمل هذه اللعيبه هذه حتى في الكراتون الصبابط مثلا، في سنيتخات، اي كرتون كيخدم لهذا الشيء هذا، اي كرتون يمكن تخدم من هذا الشيء كما كتشوفوا. ها هما في وسط الماريو، ها هما مجموعين كاملين ثلاثه بيهم على ثلاثه الكريتنات. هذا فيه السراو دو طرافوز، هذا كنت جايه عملت فيه السمطه، وهذا سنيديقي اخرى خدمتها غلفتها بالبيجاما. هذا في وسط الخريصات السفر لاطين، صراحه عمليين بزاف بزاف، وتقدر الدوبل اللي كانت عندكم الطبقه واسعه بزاف تقدر تعملوا جوج فوق بعضهم. كتجبد غير كرتون تجبد حويجاتك اللي خصك وتردهم. هذا فيه السراو دو الثوب، والصحة والراحة. وصراحة كنصح بهم أي واحد شي حاجة غزالين وسهلين بزاف بزاف. وشكرا بزاف على المتابعة.